السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. رمضان كريم وعواش مباركه مسعوده. نتمنى ان شاء الله تدخل علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. اليوم ان شاء الله كما وعدتكم قلت لكم غنشارك معكم البريبات اللي كندير. الطريقه راها سهله وكاينه واحد فيها واحد النسبه اللي هي كتكون زوينه بحال السر اللي غادي يعطيها واحد المذاق زوين زوين بزاف، وممكن نعوضوه بزاف ديال الحاجات. المهم دابا هما البريوات ديالي، شوف كيفاش تيجيو، كيجيو على هاد الشكل زوين بزاف وطريقه سهله كما تنقول لكم. وفتين اجا مصطفى علي وفتين البنات بزاف، هانتوما شوفوا كيفاش كيديروا دغيا كتهرس ومعلكين من الداخل. هانتوما البنات كيجيو فنين فنين فنين. هانتوما البنات ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه. هنايا البنات اللوز هادو ديال البريوات كنقليهم، يلاه يلاه غادي نقليهم دابا في الزيت بارده. هانتوما يلاه الزيت عاد بدات كتسخن، سلقتهم حيدت ليهم القشره وخليتهم باتوا في الثلاجه. خاص اللوز حتى ينشف مزيان عاده كناخذو وكنقليه في الزيت. المهم البنات هنا راه تقريبا 24 ساعه وانا حاطاه في الثلاجه، واخا تخليه غير يعني غير النص ديال المده، يعني نص نهار ولا هذا. المهم خليه حتى ينشف مزيان. هنايا صافي راه بدا كيتحمر، غادي نبدا نحرك فيه بحال هكايا باش ما يشربش الزيت. اون فوا يبدا يتحمر غير شويه صافي غادي نحيدو. البنات ها هو اللوز بدا كيتحمر، شفتوا اللوين ديالو ذهبي، ما خاصوش يتحمر بزاف. واخا كنحيدوه من الزيت كيزيد كيبدا كيتحمر بوحدو بداك الصاج ديالو. هانتوما البنات دابا صافي غادي نبدا نزولو. هانتوما البنات راه الكاميرا مع الضو كتبينو شويه ابيض، ولكن هذا هو الجهد ديالو. صافي ها هو البنات بدا كيتحمر ليا، غادي نحاول نحيدو دغيا. هنا دابا البنات غادي نخلط اللوز. كنت هنايا طحنت نيت اللوز ديال العقده خضر، دابا غادي ندير هذا ديال البريوات. المهم البنات دابا غادي نزيد العبار كامل، هذاك القوام كامل ديال البريوات غادي نزيدهم على اللوز. غادي ندير هنايا 600 غرام ديال اللوز اللي درنا، غادي ندير معاهم البنات واحد هانتوما البنات كاس لاروب ديال العنبه ديال السكر سنيده. غادي ندير المسكه الحره، ها هي البنات المسكه الحره. هكا غادي ندير واحد الطريطيقه ديال القرفه غير شويه باش كنقادو هذاك المذاق ديالها. صافي بركه. ندير البنات واحد جوج معلقات ديال الزبده دايبه وخليتها حتى جمدات باش ما كنديرش معها هذاك الحليب. الحليب البنات راه كيخسر البريوه وكيخسر ليها المذاق. هانتوما البنات راها جامده. هانتوما البنات ها هي جوج معلقات عامرين ديال الزبده. النسمه البنات اللي غادي ندير به التنسيمه ديال هاد اللوز، غادي ندير القشور ديال الليمون، كيجي البنات رائع بزاف في البريوات ديال اللوز. الا بغيتو ديروا المشمش راه كنت كندير حتى المشمش اللي تيكون يابس كنطحنو حتى هو، ودابا ما عنديش، فممكن تعوضوه بالقشور ديال الليمون. كيجيو البنات رائعين، كيجيو المذاق ديالهم زوين، وهادو راهم مطلوبين عندي بزاف، دائما كنديرهم للناس. صافي غير شويه ديال القشور ديال الليمون. غادي نزيد البنات واحد ربع كاس حتى نص كاس ديال الماء الزهر. انا غادي نبقى كنضيف فيه وكنطحن. الا لقيت اللوز عندي باقي شويه ناشف من الماء الزهر غادي نعاود نزيدو غير بشويه، غير نرشو باش هكذا تقاد لي العقده ديال اللوز. صافي دابا هو تطحن، غادي نشوف كيف جات العقده. وهانتوما معايا ها هو البنات، يلا دابا تطحن. هانتوما البنات راه كله تطحن، دابا خاصني غير نجمع هاد العقده هادي مزيان. صافي نجمعها باش نبدا نديرها هكايا كويرات هكايا ديال البريوات. وها هي البنات العقده، هانتوما شوف كي كتجي. هانتوما البنات رطبه
صافي دابا غادي نخليها البنات ترتاح، غادي نخليها ليله كامله ان شاء الله حتى الغدا عاد باش غادي نلويهم نقادهم ونخليهم ثاني يرتاحوا باش عاد نقليهم. دابا البنات هنايا دابا طلقت البريوات كاملين، ها نتوما كي كتشوفوا هذه هي الورقه اللي قلت لكم عليها تنقطعها، ها نتوما البنات نفس القياس. ودائما هاد الورقه هذه ماشي بحال ديال المغرب، راكم عارفين هاد النوع ديال الورقه خاص ضروري يبقى في الميكا هكايا، منين تحلوها خشيوها في الميكا وخليوها مخبيه في الميكا باش هكايا ما تقصعش لينا. غادي نسرحها دغيا دغيا هكايا، درت شحال من وحده باش دغيا نسالي، وغادي نجمعها بالماء ديال الزهر وشويه ديال الطحين. صافي دابا غادي نبدا نجمع البريوه ديالي. بسم الله راه ساهله كتكون، ها نتوما انا تنجمع، هانتوما البنات غادي نديرها حداكم هنايا، هانتا صور مصطفى امين هنايا، انا وليدي مسكين هو اللي شد ليا الكاميرا ياك، شكرا وليدي. هانتوما ندير لها شويه ديال الماء الزهر ديال الطحين وندير لها بحال هكا، ندير لها بحال هكايا نجمعها مزيان وندير ليها، ندير لها بحال هكا نجمعها البنات هكا من الجناب، كيجي هاد الشكل ديالها هكا من الجناب باش كتجي مجموعه، واللوز كيجي مجموع بحال هكا. شوفوا كي كتجي هاد البلايص هكايا راه غادي تجمعوا وما غاديش تحل مازال، ها نتوما شوف كي كتجي. انا غندير لكم وحده اخرى ثاني، شد هنا مزيان اوليدي، ها نتوما غادي ندور الورقه على المثلث بحال شكل المثلث، وانا كنطويها وانا كنجمع. ها نتوما البنات هانتوما البنات ها نجمعها بحال هكايا كتجي متلتة ومجمعة، هانتوما البنات شتي تيجي الشكيل ديالها هاهو، هانتوما دابا صافي غادي نمشي على هاد الشكل نسالي البريوات وانا معاكم. هنا دابا البنات غادي نبدا نوجد في العسل، هذا هو العسل اللي كنت خديت ديك النهاريات، وكانت سولتني واحد السيده واش العسل زوين، هذا راه زوين، هو اللي كنستعمل دائما كنديرو لا سواء الشباكيه ولا المعسلات كامله. المهم البنات هذا راه زوين بزاف، كيتباع هنا في المحلات كاملين ديال امريكا، ويعني وبزاف ديال الناس كيستعملوه. المهم دابا هنايا غادي ندفيه غير واحد شويه، ما غاديش نزيد عليه شي منسمات من غير العود ديال القرفه، غندير غير عود واحد ديال القرفه صافي. وغادي نبدا نقلي البريوات ديالنا وغادي نديرهم في هذا العسل هذا، ولكن غير ندفيه ونطفي عليه البوطه ونخليه صافي. هنايا البريوات ديالنا ها هما واجدين، شوفوا البنات هنايا راه بيتهم في الثلاجه ليله كامله حتى الغد لي تقريبا، خليتهم في الثلاجه شي 24 ساعه. عاده غادي ناخذهم وغادي نقليهم، خاص حل البريوه حتى تنشف مزيان هذيك الورقه وتلصق عليها مزيان، عاد ديك الساعه تنهزهم ونقليهم. بالنسبه اللي بغى يحتفظ بهم هكا يا خضرين راه ممكن ديروا واحد البواطه وفرشوا فيها سميتو البلاستيك ميكات هكايا سميتو البلاستيك ديال الثلاجه، وحطوا فيهم البريوات وفرقوهم، فرقوا البريوه لايطاج ايطاج ايطاج، فرقوه بالبلاستيك وسدوا الباكسا مزيان لويو عليها حتى السلوفان ودخلوها الكونجيلاتور، وبقاو تجبدوا تقليوهم ساعتها بساعتها وعسلوهم، راه كيكونوا رائعين البنات. بالنسبه للاحتفاظ ديالهم مقليين رانا غادي نخليهم لكم في الاخر ديال الفيديو. هنا صافي البنات غادي نديرهم في الزيت اللي غادي تكون شويه سخونه سخونه، حيت الا درتوهم في زيت بارده راه غادي يخسروا لكم الورقه كلها غادي تحل. ديروا الزيت سخنوها وديروا فيها البريوات هكايا العدد اللي هو قليل صافي، وانتوما كطيبوا فيهم وانتوما كتحركوهم، ما تخليوش الورقه تطيب بزاف، الا طابت بزاف غادي تجيو بحال راهما محروقين، حيت مازال غادي نخليهم في العسل. هو السر ديال هاد البريوات والمعسلات مثلا البريوات والشباكيه خاصهم يباتوا في العسل يبقاو حتى 24 ساعه ولا اكثر. انا هاد البريوات راه خليتهم يومين تقريبا هما في العسل، حيت الا حيدتهم ديك الساعات غادي ينشفوا وما غيبقاش فيهم العسل، وغادي نشوفوا غادي يخسروا صراحه، غادي يوليو خاسرين. شوفوا البنات هنايا صافي انا قليتهم كنديرهم في العسل وكنبدا كنحرك فيهم بحال هكايا كيف ما كتشوفوا، باش هكايا كلهم يشربوا العسل صافي. غادي نخليهم كما قلت لكم يومين، عاد ديك الساعات حيدوهم من العسل وصفيوهم وديروهم في البواطه.
اولا حطوهم سميتو في الطبيصل هكا ياكلوهم، راه كيجيو رائعين. وبالنسبه للناس اللي كيديروا بحال هكايا البريوات لي كوموندو هذا، غير ديروا البريوات ديروهم خليوهم يومين باش هكايا ما يخسروش للناس ديالكم، والاحتفاظ ديالهم راه الا جيتي تحتفظي بهم كيف ما وريت لكم الباكس، فرقوهم بالميكات وامباليوهم بالبلاستيكات امبالا بالميكا عاوتاني وتخشف في الكونجيلاتور، راه تيبقاو رائعين. صافي البنات، هذا هو البريوات على هذا الشكل هذا، كتزينيهم يا بالزنجلان يا باللوز افيلي على حساب الكليان وعلى حساب الشهوه ديالك حتى انتيا. وهادو هما البريوات البنات، راه كيجيو فتيين كيجيو زويونين اللوين ديالهم، شفتوا كيفاش دايره العسل شاد فيهم البنات. هنايا الطريقه ديال الحفظ ديالها كندير لها بهذه الطريقه هذه. دابا هاد الباكس هذه غادي تمشي للكليانه، عندها جوج ديال 2 باوند تقريبا، كيلو كيلو ونص تقريبا ديال البريوه. المهم هذا الميزان كيف ما قلت لكم ووريته لكم في الفيديو، راه زوين وكيشد العبار، كيشد العبار من داك الشيء مزيان والقياس ديالو صحيح. المهم هنايا كندير هكايا الميكا تنفرشها من التحت، وكندير الطبقه ديال البريوات، وكندير عاوتاني الطبقه ديال الميكا هذه ديال السلوفان كتبقى مزيانه في الثلاجه، وكندير عاوتاني الطبقه ديال البريوه بحال هكا تنحطهم. هانتوما البنات البريوات كيفاش تيجيو صغيورين ومقادين، لانهم حلوين الواحد ياخذ بوحده تقريبا صافي وبركه، راه كتشبع حيت اصلا الحاجه حلوه ثاني بزاف، راه واعر الحال علينا على الصحيحه يا البنات. ناخذ غير وحده صغيره وصافي. المهم غادي ندير القياس ديالهم بحال هكايا، زينتهم غير بشويه ديال الزنجلان، هادشي على حسب الطلب ديال السيده، باغيه غير شويه ديال الزنجلان كل واحد وشنو تيبغي، كاين اللي تيبغي الزنجلان بزاف، كاين اللي تيبغي شويه، كاين اللي تيبغي اللوز افيلي، كل واحد واش كيبغي. حنا كنمشيو على يعني على الطلب ديال الناس. صافي غادي نجمعها بحال هكا، وغادي نسدها بالغطاء ديال الطاسه، وغادي نسدها عاوتاني بالميكا ديال السلوفان، تبقى عندكم في الكونجيلاتور مزيانه لمده طويله. راه الا درتو ليها الميكا وغلفتو الطاسه حتى هي بالميكا، ما غادي تدخل ليها لا ثلج لا والو، كتبقى مزيانه. تجبدي غير القياس اللي بغيتي وكترجعي لاخر كيتبقى بحال يلاه درناها ويلاه عسلتيها. راه بالتجربه البنات، غير نتوما سدوها مزيان وغلفوا الطاسه بالبابيي سلوفان اولا بالبلاستيك بحال هكا، ونحاول ماشي ندكسها، نحط غير في البلايص اللي هما خاويين بحال هكا باش ما تلصق ليناش. والبريوات ديال اللوز ها هما هادو، كيفاش جاوكم خليو ليا في التعاليق، ونتمنى يعجبوكم يا ربي، ونتمنى انكم تجربوهم في هاد العواشر اولا في العيد. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، بالسلامه عليكم حتى الفيديو الجاي.